السلام عليكم يا شباب، كيفكن؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم عندي خبر حلو كتير، في عندي مسابقة للمتابعين، عندي فقط المتابعين، عندي المشتركين أخواتي، راح أعملكم مسابقة واللي هي بتنص مسابقة أجمل أغنية راب عن المريخيين وابن المريخ. يعني أنت بدك تغني أغنية راب عن المريخيين وابن المريخ، بتكتبها بنفسك لكن اللحن انا بعطيك اياه. يعني انا بقدم لكم 10 ألحان مقطوعات موسيقية هي للراب، فانتو بتختاروا وحدة وبتكتبوا عليها وبتغنوها وبتبعتوا لي اياها. وانا راح اختار، مو بس انا طبعا، راح نشكل لجنة من الشباب، راح اختار اجمل 3 أغاني راب توصلني، تمام؟ رح أوزع لهم جوائز، أجمل 3، مو واحد، 3. أول واحد بياخد $100، طبعا هاي بتكون أجمل أغنية راب بالمركز الأول. المركز الثاني بياخد $50، والمركز الثالث بياخد $25. طبعا هذا بتاخده كاش، يعني وين ما كنت بالكرة الأرضية أنا رح أوصل المبلغ لعندك كاش إذا الله راد. عموما شروط المسابقة، تكون مشترك عندي وتكون معي بالديسكورد، لأني بالديسكورد راح تستلم المقطوعات الموسيقية وراح تستلم شروط مفصلة للمسابقة. فإذا حابب تشارك بالمسابقة طير على الديسكورد يا عمري، إذا مالك بالديسكورد، وإذا بالديسكورد بعت لي رسالة وأنا بحل الموضوع. حبايب قلبي، بتمنى لكم كامل الحظ والتوفيق، وبتمنى تكونوا كتار اللي بدك تشتركوا في هاي المسابقة. خلينا نشوف مواهبكم، أنا متحمس أشوف وأسمع مواهبكم. يعني وأشوف كم شخص عنا دي يكون موهوب مهتم بالراب، مهتم بالموسيقى. يعني على فكرة كتير كتير متحمس، إن شاء الله يجينا عدد منيح يشاركوا في هاي المسابقة. يعني أضعف الإيمان 10 أشخاص، إذا 10 أشخاص بشاركوا بكون كتير مبسوط. وهلأ أنا ما بدي أطول عليكم أخواتي، لا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو، شاركوا لرفقاتكم الموهوبين الموهوبين بالراب، شاركوا لرفقاتكم اخواتي. واذا انت مو مشترك يا عمري، اشترك وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. وحظ سعيد شباب، يلا السلام عليكم.